شيء. افعل المعروف كله، اي معروف تعرفه اعرف افعل، اي معروف تعرفه افعل. وجدت علبة في الطريق تؤذي الناس، امطها؟ يمكن يمكن. وجدت واحد يريد ان توصله، اوصله؟ يمكن. وجدت انسان مكروب، فرج عنه فرج عنه. وجدت انسان يحتاج منك ان تبتسم في وجهه، ابتسم. وجدت انسان تستطيع ان تشفع له، اشفع. ركعتين في الضحى لا تحسب انها هينه. زبيده زوجة هارون الرشيد صنعت مشروع عظيم، مشروع عظيم جدا. اسقت الحجيج في منى، منى ما كان فيها سقيا، فعملت لهم عين طويله لكي يسقى الحجيج، سميت عين زبيده، معروفه بالتاريخ عين زبيده. ماتت زبيده، رؤيت زبيده رحمه الله في المنام، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي، غفر لي. فقيل لها: بالعين التي عملتيها؟ قالت: لا والله، العين، وما العين؟ إنما بركعتين في جوف الليل كنت أحافظ عليها. شفت حاجة ما تتوقع، ركعتين في جوف الليل. أحد الدعاء رؤية في المنام، وهو داعية ومعروف، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فضحك، قال: فوق فوق فوق. هكذا. قيل: بدعوتك؟ قال: دعوتي إنما بريالات تصدقت بها. ماتت، سبحان الله. ما تعرف يا أخي، لا تحقر من المعروف شيء، افعل كل المعروف، كل وقت، كل وقت تعرف فيه معروف تعمل يعمل اعمل، ما تخسر شيء، فإنك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به. يمكن، ما ندري، يمكن ربنا غفور ولا ما هو غفور، شكور ولا ما هو شكور. أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس الجنة.